خلال تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم في مديرية صحة دبدب والكوادر الطبية أن نوجه رسالة إلى كافة المنظمات الدولية بخصوص الكارثة الإنسانية التي حلت على أهلنا في محافظة دبدب نتيجة العدوان الهمجي من قبل النظام الروس، والتي أثرت بشكل كبير جدا على القطاع الصحي، حيث أن هناك أكثر من 49 مشفى ومركز قد استهدفت بشكل مباشر، منها 21 مشفى ومركز قد دمرت بشكل شبه كامل، ومنطقة ريف إدلب الجنوبي بالكامل خالية من أي نقطة صحية، والأهالي الذين ما زالوا في تلك المنطقة والذين لم يقدروا على النزوح بعد هم محرومون من الرعاية الصحية. كذلك أردنا أن نوصل رسالة إلى كل العالم أننا متمسكون بأرضنا، باقون ما بقي أشجار الكرز والزيتون، وبأننا مصرون على الحياة بحرية وكرامة بعيدا عن سيطرة الأسد ومن والاه.